هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة، الذي يجيب فيه نخبة من العلماء أصحاب الفضيلة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة، وكما هو المعتاد في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا بكم. أذكركم أيها المشاهدون والمستمعون الكرام بأننا نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-11-01، 021-366-11-02، 021-366-11-03. ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية الفضائية على التردد 12.687 أفقي على قمر النايلسات. شيخنا مرحبا بكم من جديد. وكنا أو ما زال كلامنا مستمرا عن الكلام على أحكام الصلح في الفقه الإسلامي. تفضلوا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما زلنا في مسألة الصلح في الفقه الإسلامي أو أحكام الصلح في الفقه الإسلامي. وسبق أن قررنا أن الصلح يكون عن إقرار وعن إنكار وعن سكوت، فهو ثلاث أقسام. الصلح عن إقرار معناه أن يقر الخصم بالحق ولكنه لا يسلم بالتفاصيل، يعني من حيث الجملة يقر لكنه يمتنع من دفع ما يخاصمه به صاحبه لسبب من الأسباب، فيصالحه صاحب الحق بترك بعض ما يدعيه قطعا للنزاع. وقطع النزاع يعني مهم عند الشرع، يعني الشرع لا يحب النزاع ولا يحب الاختلاف. مثال ذلك أن يقر بسيارة لكنهم يختلفان في نوعها، هذا إقرار في الجملة لكنه في التفاصيل، لكنهما في التفاصيل يختلفان في نوعها أو في عمرها كذلك،
فيقع الصلح على مال، فهذا صلح على الإقرار، وتارة يعني يكون عن إنكار. الصلح أحيانا عن ترك الدعوة، فينكر صاحبه الخصم، يقول له أنت مثلا لي عليك 1000 دينار، فيقول له لا، لك علي 800. فهذا عن إنكار، حيث يصح كذلك التفاهم على مبلغ معين لإنهاء النزاع وينتهي بالفعل النزاع. يدعي أحيانا 100 من سلف، فيقر له 80. هذا إذن إقرار من ناحية، ولكنه لا يأتي بما يدعي خصمه أنه يدعيه منه أو يريده منه، يعني فيقر له 80. كذلك الصلح عن ترك الدعوة، هذه في حالة السكوت، يسكت ولا يقر ولا ينكر، فهذا يطلب منه أن يترك دعوته، أيضا يصالحه بمال أو بعرض أو بغير ذلك. نعم، يتفقان على ذلك. نعم. والصلح على عن الإقرار وعن الإنكار واحد، إذا استوفى شروط البيع فهو بيع، وإذا استوفى شروط الإجارة فهو إجارة، لابد من توفر شروطها. أما الصلح عن إنكار، ذكرنا أنه ينكر ما ادعي عليه أصلا، فإذا ادعيت على أحد 1000 مثلا فلم يقر لك إلا 100 مثلا، هذا صلح عن إنكار. وتارة يقر بالمبلغ نفسه، لكنه لا يقول هذا من قرض وليس من سلف، عفوا وليس من هبة. أحيانا إذن هذا يقر بالمبلغ لكنه ينفي سببه، أو يعني هذا كله جائز بصورة عامة، سواء كان عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت، كل ذلك جائز، وهو جائز في ظاهر الحكم. نعم، معنى إذا حكم القاضي بما ادعى أحدهما فجائز ذلك، لكن شريط أن يكون الحق مع أحدهم، يعني ما هوش يعني إذا كان أحد الخصمين متأكدا من أن الحق ليس له لا يجوز هذا الصلح من ناحية شرعية، ولكن من ناحية قضائية نعم، أما من ناحية شرعية لا يجوز الصلح إلا إذا كان صاحبنا يعلم أنه يريد لا يريد من صاحبه شيئا مثلا. نعم، فهذا نعم إذا صالح في هذه الحالة وهو يعلم أنه لا يستحق من صاحبه شيئا، فهذا ممنوع. هذا شيخنا الذي يقال فيه أن حكم الحاكم لا يصير الحرام حلالا. تماما، نعم، وقد ذكرنا ذلك في حلقات ماضية، وقلنا راه الحكم هنا لا يحل حراما لأحد ولا يحرم حلالا لأحد. فإذا كان الإنسان يعرف أن الحق مش ليه يحرم عليه هذا الصلح. إذن في ظاهر الحكم كنا بين الناس ينفع، لكن بشرط ألا يكون صاحبه يعلم أنه على باطل.
فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد أو لا يجوز له أن يأخذ زيادة على حقه. إذا كان ب800 فعلا لا يجوز له أن يأخذ 1000. نعم. فهذه المسألة مهمة، أن الصلح فعلا لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. عندنا مسألة جديدة الآن، وهي قضية هل يجوز نقض الصلح؟ لأنه الشارع لا يحب النزاع، يكرهه، ويحب الصلح بين المسلمين إذا كان متوفرا فيه الشروط التي ذكرناها، فإن ذلك يطلبه الشرع. إذن المسائل التي لا يجوز فيها أو التي يجوز فيها نقض الصلح، الأصل فيها أن بعض المسائل يمكن أن ينقض الصلح فيها نعم إذا توفرت فيها شروط معينة. إذا وقع الصلح مثلا على وجه محرم، كأن يترتب عليه فسخ الدين في الدين، أو الصرف المؤخر، أو غير ذلك من الأمور الممنوعة، فيجب فسخه ونقضه، لأن الشارع نعم لا يطيب نفسا بمسألة المحرمات. وإذا نقض هذا نعم الصلح وفسخ، فماذا يفعل؟ يجب أن يرد يعني كل شيء في مكانه. إذا كان قائما نعم لصلح به أو الذين تصالحوا عليه، ويرد قيمته إذا كان فائتا، إذا فات يرد قيمته، وإذا كان باقيا يرده بعينه. أما إذا وقع الصلح على وجه جائز فلا ينقض، لأن النقض في الصلح رجوعا إلى الخصومة، والشارع يكره الخصومة. صحيح. قد ورد تبيان ذلك في كثير من الآيات القرآنية. نعم. فإذا تصالحا على وجه جائز فالصلح لا ينقض، لأن الشارع لا يريد إلا المصالحة، لأن في هذه الحالة رجوع إلى الخصومة، والرجوع من المعلوم إلى المجهول، إلا إذا كان المراجع أو الراجع نعم كان مظلوما وكان مغلوبا على الصلح، الله غالب عليه هذا نعم، ولذلك هذا يجوز له أن ينقض الصلح. وهنا أو هذا الصلح الذي نقض ويوافق عليه الشرع لا يكون إلا في الإنكار. نعم، الأول يقول لا وبعدها يستاقض وكذا يقول نعم موجود. نعم نعم. وذلك إذا ادعى الظالم على خصمه بما ليس بحق ثم اعترف بظلمه، أحيانا الظالم هو ليرجع عن القضية، وتارة الأول لأنكر هذا ولو يستاقض نعم فيقول صحيح هذا الأمر. هذه في الحالة هذه يمكن أن ينقض الصلح. كذلك إذا وجد أحد الخصمين بينة، لو ما يحسبش ما كانش يظن أن عنده بينة، لكن بعد ذلك علم أن له بينة فلم يكن عالما بها فيحلف، والحالة هذه على عدم العلم، وينقض الصلح. نعم.
كذلك إذا كانت لأحد الخصمين بينة ولم يستطع إحضارها، متى؟ وقت الخصومة. لما رفعت القضية القضاء ما قدرش يجيب بينتها. نعم، إما أنها في مكان بعيد عن محل الحكم، نعم، فيعني هذا ماذا عليه؟ هذا ينقض الحكم أحيانا، لكن فيحلف على عدم العلم، على عدم العلم بيش؟ بالبينة. نعم، هذا الثاني عدم علمه ببينته، غير قادر على إحضارها. إذا كانوا قادر على إحضارها يتركوا، عندنا حاجة في القضاء فيها تبيح للخصم مدة معينة يأتي فيها ببينته تناسب الغيبة، لأن الغيبة تختلف، نعم، تارة يوم ولا اثنين، وتارة عام، وتارة حتى أكثر. القضية هذه لابد أن ينظر إلى مكان الغيبة التي ادعى وجودها صاحبها. باي شيخنا، معلش السؤال، يعني نعم، هو قيام البينة لوحدها نعم أليست كافية في إثبات الحكم له؟ لماذا يعني نلزمه باليمين بأن يحلف بأنه لم يكن على علم بها؟ لا، لأنها تأخرت عن وقتها. لماذا لم يأتي بها وقت الخصومة في أوله؟ على ذلك أنه كان يخاف في سبب من الأسباب. نعم، هي كافية فعلا، نعم، إذا كانت وفرت فيها الشروط كلها، نعم، كافية في إحقاق الحق. لكن اليمين يعني بس يخرج من قضية الاتهام على أنه لماذا لم يحضرها في أول الخصومة. واليمين ذكرت أكثر من مرة في هذا البرنامج، يعني كانت اليمين لها حظ كبير، نعم، من الحكم، لأن الناس كانوا لا يحلفون حانثا. ولذلك إذا يقال للخصم عليك اليمين فيحلفوا انتهت المسألة، لأنه كانوا يخافون من قضية الأيمان، وليست كما في وقتنا الآن لا إشكال فيها أبدا، أم يحلف حانثا حتى 100 يمين في اليوم. نعم، كذلك يعني إذا قلنا قال إنه لم يستطع إحضارها وحلف، وكذلك إذا أشهد أمام القاضي، نعم، يقوم بها إذا حضرت هذه البينة، لكن لازم يتكلم أمام القاضي أن له بينة غائبة. كذلك إذا يعني جعل المغلوب على الصلح، يعني جعل المغلوب على الصلح لعدم البينة بينة استرعاء، هذا حل للشرع مهم جدا. إذا لم يستطع إحضار البينة يعني الغالب عليه الظروف التي ثبتت أمام القضاء كلها في غير صالحه، فعمل بينة استرعاء كما هي في الفقه. بينة استرعاء هي ما هي هذه؟ هي أن يشهد سرا، نعم، أن يشهد سرا أمام عدول، يقول لهم أنا الآن مغلوب على أمري وسأقر، ولكن عندي بينة ستحضر، نعم، لا أستطيع أن أثبتها الآن. نعم شيخنا، نعم، يبدو أن هناك انقطاع في الصوت مع الشيخ أو في الصورة. نعم شيخ، هل أنت في الاستماع الآن؟ نعم شيخنا، أنا أسمع. نعم، كان هناك انقطاع بسيط في الصوت. إذن تفضل. نعم، كنا وصلنا إلى أنه يشهد بينة استرعاء سرا
يقول لهم اشهدوا أن لي بينة أيوة لا يمكنني إثباتها الآن. نعم أيوة، وسأثبتها عندما تحضر. هذه بينة ماذا يسموها؟ استرعاء، يسمونها بينة استرعاء. تمام أيوة، هذه تصلح. نعم تصلح في كثير من المواقف. نعم، إذا كان لأحد خصمين بينة. نعم هذه مسألة أخرى، وضاعت منه، إذا كان له بينة هو متأكد منها لكنها ضاعت، مثلا وثيقة فما عشقها ويعرف أن لديه وثيقة وصاحبه منكر للحق وصالح فوجد البينة بعد ذلك فله نقض الصلح، لكن هذا إذا أشهد أمام القضاء أنه يقوم بها إذا وجدها. قال للقاضي روني عندي بينة متأكد منها والآن ما لقيتهاش ورأمت بنلقاها، سأقوم بقضيتي من جديد. نعم، حتى هذا ينفع. شو ينفع فيش؟ في نقض الصلح. الصلح نعم ينقضى. نعم القاضي ويأخذ بكلام هذا الخصم الذي ادعى أنه يعني فقد البينة الآن، ولكنه إذا وجدها فسيقوم بها. كذلك إذا كان الخصم معترفا غير منكر قال للمدعي ائت بالحجة، أي بوثيقة، واكتب عليها الخلاصة، يعني خلاص ما عادش تبي مني الآن، باهي، ويتبرأ مما يريده منه خصمه. وقال له اكتب عليها هذا الأمر وخذ ما فيها، فلم يأتي بها وادعى ضياعها. نعم، ثم صالحه خصمه ثم وجدها. هذا خير، لا ينقض الصلح، يستمر الصلح ولا ينقض، لأنه صالحه على ماذا؟ خصمه صالحه على إسقاط حقه وقد أسقطه فلا يرجع. نعم نعم، هل نستمر أم ماذا؟ نعم نستمر شيخنا، تفضل شيخنا. إذن يعني تنفع بينة الاسترعاء هذه في من أقر سرا وأنكر جهرا، تنفع حتى يعني لصاحب الحق له أن يطلب حقه. واحد خاصم في واحد، إذا خاصمه وحده يقر بهذا الحق، وإذا كان في جماعة ينفي هذا الحق. هذا بينة استرعاء تنفع، عليه أن يشهد عليه سرا ولو من وراء حجاب حتى يقر بهذا الحق. فإذا الآن في عهد الآلات الكثيرة من التسجيل وغيرها يحدث ذلك كثيرا، أما قبل أن تحدث هذه الآلات الحديثة فإنه لابد من عمل مكان سري لا يكتشفه الخصم الذي يعلن عن الحق سرا وينكره جهرا. كان صعب أن تسجل من صاحبك حاجة، فكان الخصم يدعى إلى مكان بينهم جدار مثلا ويقرره، فيقر ظانا أنه في حالة سرية، فإذا أقر سرا أعلن هذا القرار خصمه جهرا، فهذا استرعاء
ينفع في كثير من الأمور. شيخ هذا يعني ألا يقال أن هذا مثلا من التجسس المحرم شرعا؟ لا، هو غير مسموح به إلا في حالة ما يتأكد الشخص أن له حقا. ما دراش أي واحد إذا كان المسألة أنت بتثبت عليه حق وهو غير ثابت محرم هذا. نعم، هذه من الجوسس الممنوعة. لكن إذا كان لا سبيل لك عليه إلا في مسألة هذا التسجيل أو إحضار شهود من وراء جدر، نعم، فيقر هو سرا ثم ينكر علنا، ثم بعد ذلك تأتي بهؤلاء الشهود، فليس لك غير ذلك، فأنت مغلوب على التصرف. نعم، على هذا التصرف. نعم، نعم. الله فيكم شيخنا. نعم. كذلك عندنا يجوز المصالحة عن التركة، سواء كل التركة أو عن جزء منها. إذن المصالحة عن التركة جائزة سواء بأقل من حصتك أو بأكثر، لكن لابد أن يكون ما يصالح به أن يكون معلوما. فالتركة أحيانا تكون مجهولة. نعم، عندك أنت السدس في حاجة في مزرعة، والله في أرض، والله غيره، والله في شقة، فالمصالح به لابد أن يكون معلوما، ولا يضر كون المصالح عليه مجهول. لا يضرنا كونه مجهولا. نعم. إذن يجوز الصلح بمعلوم عن مجهول كما ذكرنا في هذه المسألة. ويجوز الصلح عن التركة بشيء من غيرها. هذه مسألة يذكرها الفقهاء في الصلح. نعم، يقولون إنه يجوز أن يصالح يعني أحد الورثة مع غيره من الورثة أو مع أجنبي، كل ذلك جائز، والحال أن نصيبه في التركة مجهول، ومع ذلك يجوز أو تجوز المصالحة عليه. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شيخ، ولم نتلقى بعد اتصالات، ولكن هناك يعني أسئلة واردة عبر بريد الصفحة، لو تأذنون يعني بعرض حتى بعضها يعني ريثما تلقينا. تفضل. نعم. أسئلة. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم إمامة شخص ثبت عليه أنه قد شهد شهادة زور في المحكمة واقتضى مقابلها يعني منفعة من المشهود له، فيقول ما حكم إمامته بالناس؟ إمامته غير جائزة إذا ثبت عليه ذلك ثبوتا قطعيا، ليس مجرد اتهام أو شك أو كذا. أما إذا ثبت عليه ما قال السائل فلا تصح إمامته. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال آخر، تسأل امرأة تقول: أنا يعني وقع نزاع بيني وبين زوجي واحتد بنا النقاش، فقلت له، يعني الزوجة تقول لزوجها، تقول له: نحرم عليك زي ما تحرم مكة على اليهود، فتقول نريد فتوى يعني في قولي هذا، يعني ما الحكم؟ هذا ليس من إيمان المسلمين، لكنه لا يلزمها شيء. هي مكة محرمة على اليهود فعلا، لكن لا يلزمها شيء في ذلك. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر من أخت من المغرب تقول: زوجي طلقني في حالة غضب وعلق الطلاق، يقول لها: إن خرجت من الدار فأنت طالق. فتقول: وأنا خرجت
ولكن في تلك الفترة تقول يعني أعاني من أعراض تشبه أعراض السحر، يعني من أكون منامات كثيرة وحالات هلع وفزع تشبه إلى حد ما أعراض السحر أو المس، فتقول ما حكم ذلك؟ يعني هل الطلاق واقع أم لا؟ على الزوج ولا عليها؟ هو عليها هي العلامات. هي العلامات عليها هي. نعم، إذا كان هي فعلا قد سحرت، لكن السحر أنواع. نعم. وقضية الغضب كذلك أنواع، الغضب مش بباب الآن، لكن السحر أحيانا يحول الإنسان إلى غير عاقل، حتى إنها لا تدري مثلا هل خرجت أو لم تخرج، أو هل زوجها حلف أو لم يحلف. نعم، هذا نوع لا شيء فيه، لا يترتب عليه شيء، لا طلاق ولا غيره. بارك الله. أما إذا كان هو مجرد أما إذا كان تضبط ما قال زوجها وتضبط خروجها فهي عاقلة في هذه الحالة ويقع الطلاق والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. نستقبل شيخ أول اتصال من الأخ عاطف. نعم يا عاطف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ صباح الخير. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. بالشيخ فارس، بالله كان يسمع فيا، لبين عندي لي سؤال. نعم، يسمع فيك الشيخ، تفضل. الشيخ فارس، عندي سؤال اللي هو استخدام الرموز اللي هي ترجع أصلها الوثنية طبعا، ومنها الشعار اللي هو النجمة القمسية في العلم ليبيا، هذا مع نجمة وهلال. النجمة القمسية هذه يا شيخنا طلعت إن هي تستعمل من أيامات سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي تعني نجمة الزهرة، هي كان يعبد بزمان في القمر وفي الشمس وفي كوكب يعني ربي سبحانه ذكرها في القرآن. فهل هذه استعمال النجمة القمسية هذه في العالم بتاعنا احنايا، وهي أصلها وثني يعني ترمز لكوكب الزهرة، والله سبحانه ذكرها في القرآن، رأى كوكبا بازغا قال هذا ربي. فالرجوع للمراجع والتاريخ والكتب التاريخ القديمة حتبين أن النجمة هذه استعملت من قبل، من قبل يعني الإسلام، من قبل المسيحية، يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان معناها هي أن هي تعني إله وثني عندك، هل يحق لنا كمسلمين أن نستعملها إحنا كعلم أو كشعار؟ وهي كانت تستعمل في الأصل. واضح. خليني بجواب مش نعقب عليه بس يا أستاذ الكريم، يعني سامحني. لا، هو الشيخ حيجاوبك إن شاء الله، وبعدين لو عندك. ما هو جوابه هو حياتنا مجاورين أسئلة ثانية بدي حنقول. لا يعني معلش يا عاطف، أنا مش حنقدر نفتح المجال لكل واحد يناقش الشيخ، أعرض سؤالك والشيخ يجاوبك بإذن الله تعالى. ما هو أنا يا أستاذي، أنا مسؤول على الزكاة. نعم. ولا على الربا، وأنا هذا سؤالي على في العقيدة، يعني سؤال مهم جدا. واضح جدا، واضح جداً. سؤالك مهم واضح جدا، ونعرضه على الشيخ إن شاء الله وتسمع الإجابة بإذن الله يا أخ عاطف، بارك الله فيك. شيخنا، تكلمنا عن سائلة من المغرب، ربما نأخذ سؤال الأخ عاطف الآن. الشيخ يسأل عن حكم النجمة الخماسية هذه، قال يعني أنا رجعت إلى بعض المصادر لم يذكرها، لكن قال هي يعني يستعملونها الوثنيون، وهي رمز وثني واستخدمها عباد الشمس والقمر ونحو ذلك، فيقول ما حكم استعمالنا لها الآن نحن كمسلمين؟ أنا لا أعرف الحكم، لأني لا أعرف هذه النجمة ولا حقيقتها، ولم أقرأ عنها شيئا، وبالتالي لا أستطيع أن أجيب عن شيء لا أعرفه. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، جزاكم الله خيرا. نواصل أخذ الأسئلة شيخ الواردة عبر البريد، ريثما تلقينا اتصالا آخر. سائل أيضا يسأل يقول أنا صاحب مكتبة وأريد إخراج الزكاة، ولكن ليست لي سيولة مال، فهل يجوز أن أخرج كتبا؟ هو الأصل فيها أن يخرجها نقودا. نعم، حتى ولو، وقد تحدث الفقهاء عن ذلك بأن هذه إحدى الحالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة، تأخير إخراجها حتى تتوفر السيولة. أما إذا أخرجها كتبا فهذا يتحدث عنه الفقهاء أيضا، ويسمونه يعني شراء الزكاة.
كأنه اشترى صدقته وهي مكروهة لكنها تسقط عنه الزكاة. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سؤال آخر يسأل صاحبه، يقول أو صاحبته تقول أنا عندي خاتم ذهب بعز علي هلبة، وقالت شفاته قريبتي في إحدى المناسبات فأصرت عليها هذه القريبة أن تعطيه لها، فقالت أنا الخاتم يعز علي ومبيش نعطيه لها، فيعني تهربت منها وقلت لها لو تزوجتي توا نعطيه لك، فقالت لها أحلفي بالله، فحلفت بالله أن تعطيه لها لو تزوجت. بعدين قالت لما رجعت يعني أدركت أني يعني ما ندمت على هذا، وقلت لعلها هي الآن في عمر زواج وربما تتزوج قريبا، فقالت كيف المخرج وأنا قد يعني حلفت اليمين أنني سأعطيه لها ولا أريد أن أعطيه. هي وقعت في خطأ، لأن هي كانت تستطيع أن تخرج عن يمينها عن هذه الحالة بطرق كثيرة، يعني كان تحلف لها يعني أنها ضاعت يعني في هذاك اليوم ما تكونش عندها الخاتم وأنه ليس لديها، فهذه أمور تخرجها عن هذه الورطة التي أوقعت نفسها فيها. أما وقد عاهدت فإن هذا العهد يعني يكون مسؤولا، فيعني إلا إذا يعني لم تعطيها بشيء من التعمد خلاص مهما كانت الأمور فلا يترتب عليها شيء. نعم. شيخ، هي تسأل في سؤالها في جزئية يعني أنا ربما انجزتها أو لم أنتبه لها، قالت هل يجوز لي نأخذ لها خاتم ثاني في مكان أن نشريه لها؟ هذه القضية تعرفها، هي إذا كانت المسألة تتعلق بعين الخاتم فلا يجوز لها ذلك، وإذا كان مجرد أي خاتم وقد تعاهدت لها بذلك فهذا ينفع. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخ، في الحقيقة الأسئلة التي معي عبر البريد قد انتهت، يعني أتينا على آخرها، فلا أدري إن كان يعني تريدون الدخول في الباب الذي يليه أم ماذا ترون شيخنا؟ لا، وما زال ما تمش الباب. طيب ربما نكمل بعض المسائل. أيوة، بعون الله. قلنا إنه يجوز الصلح بمعلوم عن مجهول، لكن في حال تم ذلك لابد من التحليل، يعني كان يسامح يعني ما يؤاخذهاش، يعني إذا كان بدله لبعضهم أشياء متنوعة أو غير متكافئة يقول له قد حللت لك ذلك، فإذا أحل كل منهما لصاحبه فإن ذلك ينفع. نعم، هذا التحليل فلا بد منه، لأن لا يجوز إدخال المجهول معنا في هذا الصلح إلا مع التحليل، فلا بد فيه من أن يحلل كل منهما صاحبه مما أخذه. نعم، حتى يخرجوا من قضية الحرام لا بد من التحليل. عندنا مسائل أخرى، ومنها يجوز الصلح عن الدية في قتل الخطأ. يجوز الصلح عن دية قتل الخطأ مع أنها مقررة شرعا، فإذا كانت عن يعني عدد من الإبل فيمكن أن يطالبه بمال لا تساويه تلك الإبل التي قررها الشارع، هذا يمكن أن يصطلح على ذلك في قتل الخطأ. إذن يجوز الصلح عن الدية في قتل الخطأ، لكن بشرط آخر، وهو ألا يكون في هذا الصلح غرر،
أن يمتنع فيه الغرر، والغرر معروف يدخل في كثير من المسائل. كذلك يجوز الصلح عن الدية في قتل العمد. العمد ما عندهاش دية مقررة شرعا، وإنما يعني فيه القصاص أو العفو، لكن يجوز أن يتصالح القاتل وأولياء المقتول عن الدية، سميناها دية مجازا. قلنا احنا العمد لا دية فيه، لكن يمكن أن يتصالح على مبلغ معين، سواء كان حيوانا أو نقدا أو عروضا أو غير ذلك. نعم نعم. شيخنا، ذكرتم الصلح عن القتل الخطأ إذا كانت عن إبل، إذا كانت الدية إبلا. أبا، إذا كانت الدية يعني ذهبا، هل يجوز الصلح عنها أيضا بمبلغ آخر؟ هو والله لا يحضرني ذلك، لكن اللي يبدو والله أعلم أنه ما لم يكن يؤدي إلى شيء ممنوع كالصرف مؤخرا أو غير ذلك فيجوز ذلك. نعم. هو شيخنا أحيانا يقع أيضا مثل هذا أو قريب منه، يعني في مسألة مؤخر الصداق، خصوصا في العقود القديمة التي كتب فيها مثلا مؤخر الصداق من ذهب، يعني بعض الأزواج يتأخر جدا في الوفاء بمؤخر الصداق حتى يعني يصبح المبلغ مبلغا باهظا جدا لا يقوى يعني على إعطائه لزوجته، وأحيانا يكون قد توفي الزوج أصلا والورثة هم المطالبون الآن بإخراجه، فهل يعني يمكن أن يقع مثل هذا الصلح حتى عن مؤخر الصداق؟ يمكن، نعم، لأنه هو هذا سلف، فيمكن أن يتصالح على مبلغ دون، نعم، لا يساوي المبلغ المطلوب. نعم ممكن جدا. نعم، هذا داخل المعنى معنا في الصلح عن إقرار، معنى هذا الكلام هذا. صحيح بالضبط. أيوة نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. لا أدري شيخ، ربما معنا خمس دقائق أو أقل بقليل، إذا كان عندكم بعض المسائل المتعلقة بالصلح أو لا. لا، ليس عندي، ولكن خطر ببالي شيء يسأل عنه الناس. الناس كثيرا ما يسألون عن مسألة هل يجوز في حالة الدية، والدية هي معروفة على العاقلة إذا كانت في الثلث، نعم، فأكثر، ما إذا كان دون الثلث فهي على القاتل. لكن الناس يسألوا عن مسألة إذا طالب أهل القتيل بدية وهي يعني كبيرة لا يستطيعها القاتل، فهل يجوز أن يعان من قبل الناس على ذلك؟ بعض الناس يظن أن الدية هذه ما يدخلهاش أي إعانة، لكن الصحيح أن الفقهاء قد صرحوا بجواز إعانة من التزم بهذه الدية. نعم. ولا يتركونه لوحده. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ربما نأخذ آخر اتصال من الأخ يونس من بنغازي. نعم، تفضل يونس. شكرا يا شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش نبي نسأل الشيخ ثلاث أسئلة، الله يسمح لي. نعم، تفضل. بارك. السؤال الأول الشيخ، السؤال الأول، ما هو الحكمة أو مسألة في فضل نزول النصوص في فضل صلاة الصبح والعصر والعشاء؟ نزول فضل خاص في صلاة العصر والعصر والفجر والعشاء. السؤال الأول، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صدقة على الأهل أفضل، صدقة على الأهل فهي أفضل أجرا وثوابا. فما لو هذه الصدقة كيف ما تصدق على أهلي وهم أصلا ملزم بإعانتهم؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث يا شيخ،
أيهما أفضل لطلب الحاجة، الدعاء في السجود أم رفع اليدين؟ في استجابة الحاجة، في الحاجة لما عندي حاجة أفضل الحاجة، أيهما أفضل وأنا في السجود أم رفع اليدين؟ أيهما أقرب للإجابة؟ تمام، واضح سؤالك إن شاء الله. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. شيخنا نأخذ سؤال على الأول. الشيخ يقول: ما الحكمة من نزول يعني أحاديث خاصة في فضل صلاة الفجر والعصر والعشاء يعني دون الظهر والمغرب؟ يقول: ما الحكمة في ذلك؟ هي مسألة الفجر وصلاة الليل العشاء، هذه ورد فيها حديث، هذه لا يسأل عنه، يعني يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة معينة تجتمع في هذه الصلاتين فتشهدها تلك الصلاتين. فإذن يعني وفي تكملة الحديث أنه عندما يفترقان فيبقى الذين ثبتوا في الأرض ويصعد الذين كانوا فيها، يسألهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. إذن شهادة الملائكة هي التي جعلت الأفضلية. المهم إذا ثبت في ذلك شيء معين من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عنه، خلاص هذا وجه الأفضلية. وبمناسبة السيد يونس، هو دائما يسألنا بارك الله فيه، لكن مرة إذا كان هو السائل في حلقة ماضية يعني كان سأل على قضية اللحية، وإذا كان هو ما أخطأناش فيه قال يعني: هل هي من الأحوال الشخصية أو من الأمور الشخصية التي يجوز للشخص أن يحلقها وأن يعفيها؟ أقول: لا، ليس الأمر كذلك، قد تحدثت في الحلقة الماضية عن ذلك ونزيد الأمر وضوحا. فإن الإنسان ليس له مسألة شخصية إلا إذا ورد في ذلك حديث يبيح شيئا معين، أما إذا قرر الشرع نعم أمرا أو نهيا فلا بد من أن يفعل ذلك، لأنه أمر من الخالق. والموضوع طويل، هو الله بودي أن أزيد فيه كثيرا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. نأخذ ربما سؤاله الثاني، يقول يعني: ورد في الحديث أن صدقة عن أهلك أفضل، أو بهذا المعنى يعني، فيقول: كيف تكون الصدقة عن الأهل أفضل أجرا وأنا ملزم أصلا يعني بالنفقة عليهم؟ ولو هذا يعني سماها صدقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت على الأهل، فإذا كانت صدقة فهي أفضل، كما ورد في الحديث نفسه الذي ذكره أن هذه الصدقة منها الإنفاق على الأهل ولو كان واجبا لكن أجره كبير جدا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هو الوقت انتهى في الحقيقة، لكن ربما في عجالة أخيرة يعني نأخذ سؤاله الأخير، يقول: أيهما أقرب للإجابة، الدعاء في السجود أم برفع اليدين؟ هذه بينتها السنة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أقرب ما يكون المرء يعني إلى ربه طبعا وهو ساجد، فبين لنا هذا الخلاف، فالسجود هو أقرب من بقية الحالات. نعم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم علما وتوفيقا وبركة في المال والصحة، كما أشكركم أيها المشاهدون والمستمعون الكرام على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.